مساء الخير، أنا اليوم نشرت مناشدة الصبح وردت أتواصل السيد مقتدى وذكرت إنهم ماخذين تليفوني، أنا راح ضربوني هنا سكينة وأخذوا تليفوني. هسه خياطة 4 خياطات. اللي صار شنو؟ إنهم من نشرت المناشدة خلوا سيم كارت بغير جهاز وفتحوا برامج كلها وفتحوا السناب وحذفوا المناشدة وحضروا القنوات العدي القريبين من عندي، إضافة إلى أنه قاموا يهددوني بصوري لأنه السناب يطلع كل الصور المحفوظة. زين هسه هم حاليا قاعد يهددوني بصوري لأنه تليفوني يمهم. هاي أول شغلة. ثاني شغلة أريد أوضحها، أنا شفت الموت. هذا الشخص نفسه قلبني بالسيارة، هذا الشخص نفسه حرك سيارتي بالباب، هذا الشخص نفسه جاب 6 وفاتوا علي للبيت، هذا الشخص نفسه قبل أسبوعين برمضان لزم العامل ما تشاري سلاح ما مرخص ببابي، بابي خاتل. زين أنا وصلت مرحلة رح أموت، أنا جوز هسه طلعت عن طوري وزهقت وما فكرت باسمي ولا بسمعتي وطلعت وحكيت لأن وصلت مرحلة زهقت لأن أدري حيصير شيء. أنا متأكدة مليون بالمية حيصير شيء. جزء هذا السناب بس نزلته جزء بعد اسبوعين لو بعد شهرين يغدرني بشغلة ويونيني بشغلة بعد ما أقدر أتلاحق روحي. أنا لا حياتي دائم من عليها ولا حياة جهالي ولا حياة أبوي اللي البارحة أذوه قدام عيني. أنا إن شاء الله بس أوقف على حيلي. أنا إيدي سم خياطة هسا رح أصورها رح أسويها ملحق مال الفيديو والآثار رح أنشرها بدون فلتر وراح أطلع وراح احكي بالتلفزيون وشي يصير وراها خلي يصير. هسه غير تليفوني بيدهم غير ينشرون صوري، عمي خلي ينشروها خلي يأذوني. هسه عالم كلها تعرف هم هذول تليفوني بيدهم، بس خل استر على جهالي واهلي. بس هذا اللي اريده رجاء 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 اللي عزني ولو بقيت شعرايه يصور هاي السنابات الان نشرتها ويوصلها لأي مكان يقدر يوصلها. رجاء رجاء أترجاكم يوصلها لأي مكان يقدر يوصلها. بلكت أكو حل، بلكت أكو أحد يقدر يوقف بعينه، بلكت أكو أحد يقدر يلزمه.